بقى يا جماعة شبرق على نفسي. طب ماشي شبرق واديني اي حاجة شبرق. عيد الاضحى كده جيب لي خروف. حاجة حرامي حرامي. خد ماشي هديك الشيبس وما تاكلش. هشتاكل حرامي يا جماعة. ازيكم عاملين ايه؟ رجعنا بتحدي جديد. فكرة التحدي بتاعت النهاردة هي عبارة عن مكرونة بشاميل وفراخ ورز وملوخية. بس قبل ما نبدأ كده عادة تنسوا باللايك والشير والسبسكرايب، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلوكم كل جديد، وسيبوا تعليق حلو يثبت وجودكم. طبعا يا جماعه الخسران ملوش اي حاجه والكسبان في صندوق السعادة. هنفتح الصندوق ده معاكم، وطبعا للكسبان فقط، للكسبان فقط. يلا نخش في التحدي الجامد عشان نحرق السعاده اللي جواها ليكم. اتفاجئوا بقى ان شاء الله. انا الكسبان يا جماعه. يلا بينا. يلا كل واحد ليه نص بشاميل اهو. اه يا جماعه انا نص وهو نص. اه يلا نبدا بالرز. طبعا يا جماعه نفتحه معاكم جامد ان شاء الله يكون في حاجات حلوه. انا اكتب ان شاء الله هتجوعنا في الكومنتات انا ولا هاني. طب انا كسبان. نجرب الملوخيه. نجرب الفراخ. طعم الأكل جامد. يلا انا بخون. ما تنسوناش باللايك والشير والسبسكرايب، اشترك في القناة وفعل الجرس زي ما قلتلك كل جديد، وشوف تعليق حلو اثبت وجودك. جامد طعم الأكل جامد روعة. نجرب البشاميل بقى. البشاميل لبنه.
نجرب البشاميل. ما تنسوناش باللايك والشير والسبسكرايب واشتركوا في القناة وفعل الجرس. شوف شوف في جديد وشوف تعليق حلو زي كده. تلزم سهل انت تشعب القوة خش دماغي بقولك ايه عندي لك شرط تمام انا هنسحب موافق بس هنقسم الصندوق النص بالنص لا 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 النص من صندوق السعاده مش ده لا اسمه معايا معلش معلش لا معلش زي فرصه ما بتتعوض لا 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 بجد يا جماعه هو انسحب وانا مش هلم حاجه لا هنلم الحاجه ونرجع لكم بصندوق السعاده انتظرونا رجعنا لكم بصندوق السعادة يا جدعان نسمه بالنص طب نسمه بالنص نسمه بالنص ادينا اي حاجة حاجة للنص اي حاجة هات اي حاجة صندوق السعادة بحب الشوكولاتة لا ما ينفعش
ليه؟ الله عدوا الجمال. هات اي حاجه من جوه. اه خدت الشوكولاته دي. ايه خد دول شويه عليك. ايه ده؟ خدها مزعين. ده تراب دول ولا اي حاجه؟ اي حاجه بس ما ينفعش. بتاع جوه ده ايه ده؟ يا نهار ازرق. فين يا جماعه؟ يا نهار اجيب اي ده وجدتني مية. طيب اي حاجه الشوكولاته دي عادي يعني راضي بيها. بتقزقز ايه ده؟ ده لب يا جماعه. هات بقى هات اي حاجه. حاجه لله يا جماعه حاجه لله. قاعد يدور جوه جوه سيبني انا هنا. كل دي يا جماعه شوكولاتات. ايه ده؟ ايه ده كله؟ هات حاجه. زعلان يا جماعه. اخويا وحش مش عايز يديني حاجه يا جماعه. طب اي حاجه. طيب ايه الجدع؟ اي حاجه بتوع منا يا جماعه. ده اي حاجه عجبني. طب اديني البوكس. طيب افرح بالبوكس. البوكس هيرضيني عادي. البوكس ده اغلى من حياتي. اغلى من حياتك ازاي؟ انت مش شايف ده؟ انت معاك حياتك. امشي في قلبي تاني. كل ده يلا بقى يا جماعه نستعرض اللي جالنا. سيبنا انا في المحنه هنا يا جماعه. 300 جنيه بالعربي اهو. بالعربي اهو. طب انا ممكن اخد دي؟ لا اعمل لايك واشتراك في القناه هديله حاجه من دي. 100 جنيه كده. انا هاخد دي مع بعد اذنك. لا لا خد 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 يا ابني. انا اخوك برضو تحترمني يا جماعه. هي بقى اخوك الكبير تحترمني. اللي بتحترمني زي ما بحترمك. وارجع اذنك اخدها بعد اذنك. شكلي سيب لي اي حاجه. ما ينفعش ما ينفعش. انا كسبت التحدي بقى. بتقولي انا اخش صفر؟ انزل بقى يا جماعه شبرق على نفسي. طب ماشي شبرق واديني اي حاجه. شبرق في عيد الاضحى كده. جيب لي خروف. قول اي حاجه. خروف صغير. هدي دي للقطعه. طب ده اي حاجه. اسكت. طبعا يا جماعه عشان عايز حاجه من الحاجات دي اهو. فانا هخبيهم تاني. عشان اخبيهم تاني ليه؟ طب ما خلاص اخد دي واخبيهم. لا 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 نخبيهم. لا 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 اي حاجه. حرامي حرامي. خد ماشي هديك الشيبس. هشتكي شالي. حرامي يا جماعه اهو. زي ما انتوا شايفين كده. اي حاجه. طب هات 200 جنيه موافق. 100 جنيه. طيب اي 50 يلا يا جماعه. بص يا جماعه سيب لي ايه يا جماعه؟ ايه دول؟ فوق البيعه. فوق البيعه. فوق البيعه. البيعه خلصت يا جماعه. قبل ما ننهي الفيديو ما تنسناش باللايك والشير والسبسكرايب. اشترك في القناه وفعل الجرس علشان يوصل لك كل جديد. وسيب تعليق حلو يثبت وجودك. ويلا نشوفكم الفيديو الجاي. سلام.